السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حنا واصلين فاس دابا. شكرا شكرا بزاف كاع الناس يسيفوني لنا ريكومنديشنز ديال الرياض وداكشي, وشكرا كثر على هذوك اللي قالوا اجيو باتوا عندنا في الدار, مرحبا بكم عندنا في الدار. شكرا, داكشي زوين بزاف. بقى واحد البلان في الشكل دابا, فاش كنت عيط واحد الرياض وتجاوبني واحد السي كنت باغي نسولو الا عندهم شي حاجه ديسبونيبل اليوم غير نباتوا ليله كندان غدا نشوف حالنا. وجاوبني فرونسي, وانا قلت لي عافاك تقدر تكمل معايا بالعربيه لو الانجلي, وقال لي واخا ونكمل معك بالعربيه. ساعه منين صوت ولا البيت قال لي كاين بيت ولكن يكون غالي عليكم. واحد قلت لي بيت وانت صحابي يمكن حنايا ما عرفتش بحال حكرنا شويه ولا ما عرفتش زعما اللي صول بالعربيه وما عرفتش والله ما عرفتش كيفاش فكر. وبقى فينا الحال شويه في الاخر يقولنا علاش قال غالي عليكم, ما كيعرفناش كيفاش دايرين, واش انا ما كملتش معاه, واش انا ما كملتش معاه باش زعما منين قلت لي هذا بلان وبين راسي انا ما مرتاحش بالفرنسي وما بغيتش نكمل مع الفرنسي, واش هو كان صحاب لي شي حاجه في شكل منه زعما واش هو فهم منا شي حاجه في شكل, حيت انا ما فهمنا والو في الاخر. بقينا كنقولوا كيفاش غالي علينا, ما قلنا والو على شنو باغيين نخلصوا وشنو باغيين نديروا. دونك منين خدا هاد الفكره ديال لا هنايا ماشي ديال هاد النيفو ولا داكشي بعيد علينا ما فهمنا والو, واصلا ما خصوش يحقر بنادم يعني هضرتي مع بالعربيه ولا قلتي لي بيت ولا براكه ولا ما عرفتش انايا بغيتي غير طوالي تكري ليا ما خصكش تحقرني فهمتي. حيت اي واحد يقدر واحد شي نهار واخا ما عندوش بغا يتشهى يمشي شي اوطيل بغا يخلص عندك شي مشكل. وبغينا نعرفوا عاوتاني واش فايد وقال لكم شي حاجه بحال هكا ديال كيتقلب اللغه ولا كتقول لي راه كمل معايا كذا وما عرفتش كتبقى شي بلان في شكل.